السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ الفيديو اشترك في القناة يصلك كل جديد. بعد تألق النجم الدولي الجزائري اليوم مع فريقه مانشستر سيتي وتسجيله ثنائية في شباك كلوب بروج البلجيكي ومساهمته في فوز فريقه بخماسية، ها هي الصحافة الإنجليزية تثني على رياض محرز وتعتبره الحلقة الأقوى في تشكيلة مانشستر سيتي وتثني عليه. وتحصل محرز اليوم بعد أدائه الرائع على أعلى تنقيط من جانب فريقه الذي تصدر المجموعة بعد هذا الفوز. وبعد ثنائية محرز اليوم ها هو يصبح الهداف التاريخي للجزائر في منافسة دوري أبطال أوروبا ليتجاوز مواطنه رابح ماجار الذي كان الهداف التاريخي لهذه المسابقة.